يقول المثل العربي أن نصف العلم أخطر من الجهل، وعادة يضعنا جميعا من يديرون الكرة المصرية في هذه المكانة. في أزمة سيف الجزيري وغيرها من الأزمات المتتالية في اتحادات الكرة المختلفة، يمكن من سنوات طويلة تجد أن في كثير من الأحيان الأخطاء غير مقصودة، وربما عن جهل واضح باللوائح والقوانين. وحتى مع العلم باللوائح والقوانين، معلومات ناقصة في الخفاء حتى ولو كانت صحيحة. طيب ليه؟ والأزمة إنه اللي كان بيحصل زمان من فهلوة وتجويد في القرارات والإجراءات كانت بتحصل في الديرة كده ومحدش بيحس بيها. كنت تاخد الإجراء من دول لحد يحس بيك ولا يقولك بتعمل إيه، ولا حس ولا خبر، ولو حس حتى وشاف هتقول بيننا وبين بعضينا ونخلصها في قعدة عرب. بس خلاص، اللي كان بيحصل زمان ما بقاش ينفع دلوقتي، علشان كده كده هتبقى الامور مفضوحه بره وجوه. يعني من الاخر، عايز تشتغل باسلوب زمان يبقى قول للزمان ارجع يا زمان. فاهمني؟ طبعا لا.